يعني فيها فترات توقف كتير بحكم اني مشغولة في شغل اخر. ممكن نقول انه خد حوالي 6 شهور مثلا تجميع المادة. افكار واهتمامات شخصية لان الجمهور كان يعني حلو لو في جمهور. يعني كان واحد لو اول ما بيبقى بادي اكيد ما بيبقاش في مخه جمهور وبيبقى همه الاصلي هو انه يعني يتم عمله ولو شافه جمهور يبقى جميل.